الله تبارك وتعالى الآية: ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. فاستنهض صلى الله عليه وسلم الهمم من ينفق في سبيل الله، لأنه الحرب بالباب لابد من المال والحروب تحتاج أموال. وكان عثمان رضي الله عنه له 200 بعير محملة إلى الشام، فأرجعها وأنفقها في سبيل الله. ولم يكتفي فذهب وجاء 100 بعير فأنفقها في سبيل الله، ولم يكتفي فجاء 1000 دينار فوضع بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: ما ضل عثمان ما فعل بعد اليوم 300 جبل، يعني ما تحسبوا 300 سيارة أنفقها في سبيل الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بأموال، وطلحة بأموال، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بكل ماله. قال: يا رسول الله، مالي كله في سبيل الله يا رسول الله. قال: يا أبا بكر، ما تركت لأعيالك لأولادك؟ قال: تركت الله ثم أنت يا رسول الله. الله أكبر.